دايما بفضل ان انا اكون في تجربه مباشره. يعني ايه تجربه مباشره؟ يعني انا عندي نموذج لارض فيها مشاكل صحابها سابوها خلاص هجروها، وفي نفس المكان الجار الارض جنب الارض بالمجهود وبالوطنيه وبالانتماء للبلد وعندنا عزيمه عشان نشتغل، نبتدي ندور على اساليب حديثه، نبتدي نتكلم عن العلم، افوجئ ان انا عندي زراعه. دي تجربه من ارض لارض. هو ايه اللي حضرتك عملته ده؟ انا شايف يعني ما شاء الله. طبعا هنا المياه حضرتك زي ما انت شايف ان هنا جنب قناة السويس ما تبعدش عننا حوالي من 700 متر او كيلو بمعنى الاصح، طبعا هي نسبة الملوحة عالية جدا. فطبعا انا شفت في مصر الزراعية جهاز الدلتا ووتر الدكتور محمد، فطبعا حجزت في ايام المعرض ما كان معمول وجاني الجهاز وركبته واشتغلت، ودي النتيجة برسمة هوتي. الارض دي عمرها 3 سنين ما كانش بتزرع فيها حاجة. عايز اقولها على حاجة، ده برسيم مسئة اللي هو يعني حساس جدا للملوحة. حساس للملوحة فعلا. وانا شايف ان هو موجود عندي ولونه مختلف والانتاجية مرتفعة. لا المية بجد بتاع الجهاز بسم الله ما شاء الله، يعني هي توازي الارض اللي جنب مني اللي بقالها 20 سنة شغالة. دي 20 سنة شغالة مسلمة، شركة مسلمها بقالها 20 سنة، دي يوازيها واحسن منها. حضرتك ممكن تتفرج. ركبت الجهاز ده بقالك قد ايه؟ ما لا يزيد عن 2 3 شهور. يعني بمعنى ان انا اخدت منه كل شهر 3 ريات، يعني 12 ريه منه، بس 12 ريه اللي رويتهم للارض دي للبرسيم ده. شهرين ثلاثه او 12 ريه ابتدت ارض عندي تعتبر ميت. انا يعني هنيجي بالكاميرا كده محمد، دي طبيعه التربه، يعني انا حتى مش قادر، يعني متحجره فعلا. الاملاح اللي فيها يعني الارض متحجره. و12 ريه في شهرين ثلاثه ابتدينا نشوف البرسيم بالمشهد الجميل ده. ايه تاني بقى؟ قول لي انا شايفك. وكزبره وتوم وبصل وكرنب وقصب وجوافه وموز، يعني عامل. شايف ان المساحه دي قد ايه؟ اللي احنا فيه حاليا فدان. بس انت عشان عندك فرحه، انت في الفدان ده زارع حاجات كتير. طبعا ما عشان اعمل تجارب عشان غير يشوف. انت هتشوف انهي محصول معاك يدي وتبتدي تتوسع فيه. ما انا اقول لسيادتك في هنا ناس عملت نفس اللي انا عملته، بس للاسف ما عندهمش جهاز، والارض ما عطتش وهجروها. زي ما سيادتك قلت موجوده هنا اللي جنب الحفار ده هنا، لكن الحمد لله. تسميد معدلاته اختلفت معاك؟ لا بامانه ما فيش اي كيماويات حطيتها، ما بحطش كيماويات. قللت السماد؟ ما حطيتش كيماويات نهائي، غير السماد اللي هو البلدي بحط وفرده بالقصبيه واسوي واشتغل من اول الزرع، بس بمعدل حوالي من 15 ل 20 متر للفدان. طيب انا عايز اعرف نسبه الملوحه عندك هنا كام؟ 2800 ملي موز على ما اعتقد. 2800 ملي. الدكتور خد منك عينه وحللها. واحنا عايزين نجرب برضو نعمل عينه تانية النهارده. الفول اخباره ايه معاك؟ جميلة اهوتي بسم الله ما شاء الله. لسه انا اول ما سيادتك جيت انا قطعت دول دلوقتي، يعني انا ولا شفت حاجه والله الا دلوقتي. انا عايز اقوله هو مش يعني ده فدان، بس دي تجارب المزارع بيجتهد علشان يشوف انهي محصول هينجح معاه هنا. فانت فوجئ ان هو زرع، بيقول لي كرومبو وزرع نباتات طبيه وطريه وزرعين البرسيم المسقه. وايه اكتر محصول نجح معاك حضرتك؟ زي ما تشوف البرسيم ممتاز ممتاز، بيوازي الارض اللي شغاله بقالها 20 سنه طبعا. بس يعني مصه دم الناس على ما وصلوا للنتيجه، لكن انا الحمد لله في اقل من 3 اشهر ربنا اكرم وبفضل الجهاز ده، فضل ربنا سبحانه وتعالى فعلا وتطبيق العلم، نقدر ان احنا نتغلب على اي مشكله. انت هنا عندك في الارض هتدخل على الموسم اللي جاي ان شاء الله، هتعمل ايه بقى في الفدان ده؟ ان شاء الله هيتعمل هنا كانتلوب مكان البرسيم ده ان شاء الله في اخر اول ثلاثة ان شاء الله هنزرع كانتلوب، وهسيب ان شاء الله برسيم تقوي ورا في الجزء اللي ورا، وبشوف الفول ان شاء الله هيبقى فيه الحوض، هيبقى ان شاء الله السنه الجايه فول، لان انا عامل حاطط حبايه واحده مطلع لي 29 عود. الحبايه الواحده مطلع 29 عود، يعني بالكاميرا كده نجيبها. الحبايه الواحده بالنسبه للفول مطلع 29 عود، يعني عندي كثافه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وده ايه اللي جنبه تاني ده؟ شبت وتوم وبصل وحلبه ومشكل على اساس اشوف اللي هينجح عندي ايه، وان شاء الله اجيب الخرشوف واعمل فراوله واعمل كل شيء. لا ربنا يوفقك، انا نفسي اجي الاقي الفدان ده بقى و100 فدان، لان انت ما شاء الله بتحاول تستفيد من كل شبر. ده فدان واحد اللي احنا واقفين فيه يا جماعه، انا ملاحظ ان هو مقسوم نصين، نص فدان برسيم مسقه تقريبا، والنص الثاني ده ربع وده ربع مشكل، يعني بنحاول نستغل كل مساحه. دي تجربه علشان يشوف ايه اللي هيجازي معاه
واللي هينجح الخاص والكروم كل حاجة الحمد لله حطيتها هنا إن شاء الله. يعني وأنا بتكلم معاكم دايما بقول إزاي نزود الإنتاج في بلدنا، بقول إزاي إن إحنا نتغلب على المشاكل. الأمن القومي الغذائي مهم جدا لمصر والمصريين، اللي عايز يشوف التجربة دي يجي، إحنا موجودين. إحنا فين بالظبط؟ قول لهم بقى المكان ده علشان يعني اللي عايز يشوف ويتابع يجي لك. المكان ده آخر يعتبر ميت فدان في محافظة بورسعيد، لأن الإسماعيلية جنبنا هنا هي الفاصل حد بورسعيد. لا آخر اسمه إيه بالظبط؟ قرية الرضوان. قرية الرضوان آخر جنوب بورسعيد، ده آخر فدان في الميت فدان اللي قبل منه، لكن هو اللي ناجح فيهم، هو اللي قدر يتغلب على المشاكل. بالتوفيق، وإن شاء الله المرة الجاية لما أجي لك ألاقي فيه توسع أكتر. شرفنا باشمهندس سامح، شرفتونا جميعا، والفضل يرجع لربنا والدكتور محمد اللي ربنا أنعم علينا بالجهاز ده وأنقذنا من المشاكل اللي بقى لها سنين الناس مش عارفة تحلها.